راح ارجع واشرح طريقه ثانيه حتى الكل تاخذ فكره، اذا مو هذا اول فيديو هذا ثاني فيديو راح تستفادوا منه اكثر. ماشي، تشوفون المساحه مال القفص، هاي المساحه اقدر افصل اخلي فاصل بيناتهم، بس انا لاغي الفاصل لحتى مو عندي اكثر من 4 طيور حب. هذول الذكور هنا، الاناث كل وحده عندها بيض. شوفون الطريقه شلون، قفص اللي هو البوكس خارجي مثل ما علمتكم، البوكس لازم يكون به حفره صغيره تحفرها، حاول تحفرها باي كوسر او شيء، ماشي تحفرها. هاي شغله. الشغله الثانيه هناك مثل ما قلت لكم، الاكل مي ودخن ذاتس ات، هذا اكثر شيء تحط له كل اسبوع. كرنفس، كرنفس عادي تحط له قطعه واحده صغيره هيك قطعتين مو مشكله ياكلون، هاي بس مجرد انه تغذيه لهم، فيتامين هم زياده. هاي شغله. النوع الاخر من الاكل راح اشوف لكم يا شنو النوع اللي ما اعرف اذا اكو ممكن يمكن بالاسواق او شيء يبيعون، هو بيض وخبز وفيتامينات غير هذا مخلوطين سوية وميبسيهم وطحنيهم صاير لهم فيتامين اكثر. هذا في حال اذا عندك افراخ، الافراخ يكبرون باسرع طريقة، وهذول الاكل فيتامينات لهم كلش كافية. هاي شغلة. وهذا الشيء الابيض اللي شايفينه بالقاع هذا اللي هو حط له دائما يقوي البيض. اوكي، شوفوا هاي الطريقة، هذا البوكس وهذاك البوكس ما له علاقة. شوفوا هاي هذول هم نفس الحالة، بوكس واحد وقفص صغير ما له علاقة الحجم، عندي حجم اصغر من هذا بس مجرد خليتهم فترة تزاوجوا، غير هذا ذكر وانثاية، بس بمجرد تخلي بوكس هم اسبوع زمان اسبوعين ماكسيموم راح تلقى الانثاية تطوب وتطلع، تطوب وتطلع، بعدين تطوب وتبقى فترة هناك بحيث انه استقرت وكل شيء صار اوكي، بعدين من بعد فترة راح تطلع للمية راح يبلش اللقاح راح يتلقح، وبعدين ترجع تبيض عادي وتلاقي من شوفها اختفت المية ما جت تطلع هواية، معناته تم وضع البيض يعني بيضت. ماشي، هاي شغلة. مثل ما تشوفون هاي هنا حبايب قلبي، هاي الحفرة لازم تكون موجودة صغيرة، عفوا خلنا نشوف هاي بيضة واحدة هنا. هسه شوف لكم هاي النخ حتى الكل ما يقول لي ها ما ادري شو، شفتوا هاي الطريقة اللي انا قلت لكم عليها كلش مضمونة. القفص لازم يكون الباكس اللي هو لازم يكون خارجي، اهم شيء يكون خارجي. ماشي، شوف هنا أنا كل الاقفاص، هذا انا خليته لانه ما مستفاد منه شيء، بس هيك مجرد حطيته. وهاي الطريقه اللي انا سويتها.